احنا بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني هنا نتوقف قدام اللي عرضه السيد رئيس هيئة قناة السويس للمشروع اللي بيتم تنفيذه حاليا. وانا الحقيقة بتكلم فيه عشان حاجتين. الحاجة الاولانية هو ان دايما احنا كمصريين وكمفكرين ومثقفين واعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها. افتكروا كويس قوي لما 2014 تقريبا من نفس المكان ده اطلقنا او من القاعة اللي كانت موجودة اطلقنا حفر القناة الجديدة اللي احنا افتتحناها في اغسطس 2015، وحصل نقاش كتير وجدال كتير. هل ده المشروع ده كان مهم ان احنا نعمله؟ وهل الدولة كانت محتاجة انها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها. المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا دخلنا 4.85 مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني. تمام. قبل القناة. تمام. النهاردة احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7 ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت، هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. توافقني ست فريق اسمه؟ تمام يا فندم طبعا. انا بقول الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لينا احنا كاعلاميين عايزين تتكلموا على البلد وتتكلموا على اللي حد يروح يطلق موضوع يشكككم في اجراء، وكأن الدولة دي ما بتفكرش وما بتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وأكنها مش عارفة حاجة في الدنيا وهم اللي عارفين. لا طبعا. وأنا بقول الكلام ده عشان ده مهم يتقال دلوقتي. طب دلوقتي احنا لما جينا نعمل الشق التاني دول خدنا عملنا اكتتاب يا دكتور مصطفى. مين اللي بيعمل المشروع؟ هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس يعني الدولة. وده مش معناه ان احنا يعني مش عايزين الناس تساهم ولا حاجة، لا، لكن عايز اقول ان الدولة لما عملت ده بقى ليها دخل، الدخل ده ابتدى يتطور وبيستخدم في تطوير القناة لصالح ان هو ان احنا نحافظ على اي معدل حركة مهما حصل، نحافظ على 11 ساعة. انا بقول كلام مظبوط؟ تمام. كلام مظبوط. يبقى النهاردة بقول ان انا حتى لو عدد السفن العابرة سواء من الشمال للجنوب او في الاثنين بيمروا في توقيت واحد، انا اللي بعمله دلوقتي بيديني قدرة على استيعاب التطور في حركة التجارة وفي زيادة اعداد السفن، وايضا التطور اللي بيتعمل في حجم وعمق السفن، مش كده برضه؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لينا ليه دلوقتي واحنا وقطعت على الفريق اسامة؟ ما هو الكلام اللي بيقوله هو بيشرح الموضوع، لكن اللي احنا يهمنا واحنا بنشرح الموضوع نتكلم على الحالة اللي بتتعمل معاكم يا مصريين. هما دايما واخدينكم في حتة واحنا باين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس. باين علينا ايه؟ مش عارفين ندافع كويس. مش عارفين. اللي بيتكلم في الموضوع مش حضرتك عشان بس ما اقصدش. تمام. هنتكلم علينا كلنا. ان احنا نقعد نجيب موضوع ونجيب التعليقات اللي اتعملت عنه. لما يقول لك ايه ده مش عارف يعني التعبيرات طلعت كده، ده مش عارف ايه، مش عايز اقول التعبير اللي اتقال ما يصحش، لكن على المشروع ساعتها. طب ما تجيبوا الكلام ده وتطلعوا اللي اتقال في جرايد المناوئه واللي اتقال في الاعلام المناوئ
واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه، قولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين يأثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم يأسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لانها لقيت فرصة بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبة كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفية وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه ندافع عنه مش صح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال، اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشة هنا نشوفه، وده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا لا، ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف، مستهدف ان هو يأسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجه تانية غير كده، ما عندهمش حاجه غير التشكيك والاساءه وسوء. ومعلومه صغيره ممكن تكون صحيحه ويحط جنب منها اكاذيب كثيره. انا قطعتك بس انا اسف يعني يا فندم، عشان اللي بيتعمل ده النهارده، طب ده حركه المفروض ان في ركود عالمي بقى. طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده، ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركه التجاره، ومش بس كده، وتكلفه النقل، عشان في الاخر يقول رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناه السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناه السويس. طب هو بيدي لوزاره الماليه المستحقات بتاعتها دكتور معيد؟ وزياده حبه، صح كده؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ اعترف يا اخي، اعترف، حاجه صعبه جدا. الدكتور معيد مهما تدي له مفيش فايده، ياخد ما بيه. يعني اقصد اقول، اتفضل يا دكتور معيد. اقصد اقول يعني كل الكلام ده هيئه قناه السويس، وانا بقول الكلام ده عشان في يوم جميل زي ده نشكر الهيئه ونشكر القائمين عليها والعاملين، وبنقول لكم ان مصر بتشكركم ومقدره اللي انتم بتعملوه، واوعوا تسمعوا كلام حد يسئلكم، ما تصدقوش. طب تصدقونا احنا بس؟ لا طبعا، مش هنقول بالمطلق صدقونا، لكن احنا بنحاول نكون امناء مع المصريين في كل شيء. طب نخبي عليكم ليه؟ اي حاجه بتتعمل بدراسات، بتتعمل مش احنا قاعدين ناس قاعده مع بعضها كده، لا، دي مكاتب عالميه، ولا انا بقول كلام؟ طبعا تمام. كل شيء بيدرس عشان ناخد قرار نصرف على مقتضاه مليارات الجنيهات والدولارات عشان حاجه زي كده، لكن النتيجه ايه؟ طب انت النهارده لو انت خمسه وسبعه، ال 2 مليار اللي هم جم بس السنه اللي فاتت كده، تمام يا فندم، بكام؟ ب 35 37 مليار جنيه، يعني مش كده؟ تمام. غير اللي قبله.